شبه شويه الانفيتيشن بتاعت السنه اللي فاتت من ناحيه اللون ده. دي ليجاسي ولا دي ده دلوقتي بخش في الورقه اللي هي بتبقى كان او كالك ورقه هو ده كده ايه؟ فبتخش هنا بتبقى جوه هتخش فيه ففي دلوقتي في اللوجو يعني انا عندي تسلسل برضه اصلا اللوجو يبقى هنا جوه ولا يبقى من بره؟ من بره من بره. طيب والاصرف برضه هيتعمل عليها برضه اللوجو من بره. كان نفسي اوريكم صفحه بتاعت السنه اللي فاتت اللون الذهبي فعلا كان شيك جدا رائع جدا يعني ممكن صار حازم شاف الانفيتيشن كانت معروضه تمام؟ اللي مسؤول عنه الانفيتيشن بتاعت الستاندرد بتاعت زي بتاعت السنه اللي فاتت. الورقه لا ما عنديش سامبل دلوقتي بس لا ممكن اعرف الرينج بتاع السنه كان كام؟ لا بص انا واخد كود اوفر على بعض لان انا عملت كل الحاجات دي عند دايركشنز واخد اوفر فيها يعني الانفيتيشنز تقريبا مش هدفع فيها فلوس لان انا عامل عندهم بانر وعامل عندهم النيوزلتر بتاعتنا اللي هتطبع فيها كل صورنا يعني عامل عندهم حاجات كتير فاخدها ك اوفر. هل هيبقى في زي السنه اللي فاتت في كلوزنج علم عليه ماك؟ بانر قصدك كبير؟ لا علم ما كانش في علم عليه ماك. كان في علم ثلاث اعلام كان في بص كان في علم من جامعه اسكندريه وعلم محافظه اسكندريه وعلم مصر وعلم امريكا. امريكا ما كانش في علم الماك بقى انا بؤكدك كده كده. في ايه تاني؟ علامه سارة انا عايزك تشتروا يعني شفتوا القلم؟ انا لقيت قلم جوه على فكره في شنطه كبيره من عليها مكتوب عليها مكان 2011. طب ما هو كان عامل ايه؟ ما هو اول حاجه انتوا لو اعترضتوا على القلم ايوه بس خفيف قوي يعني ده خفيف قوي بس عامه شكل شكل عادي هو شكل هو لو تقيل يبقى تحفه يعني الحته اللي فوق دي جراي انا معاك بس يعني برضه عشان تبقوا عارفين الشنطه هيبقى فيها ايه تمام. انا محتاج القلم ساعتها انا حاطط القلم يعني مش حاطه لمجرد ان هو يبقى معايا قلم مكتوب عليه معايا بالذات بتوع الدرس انا يهمني اكتر الدرس يعني الفي اي بيز هم جايين يوم معانا هيقعدوا معانا ثلاث ساعات وقاعدين بنخضهم يعني هم هيعصفونا اكتر في الشغل الفوزي لمجرد ثلاث ساعات جايين مع ان احنا الدرس بتوعنا واحنا احنا شخصيا احنا المفروض ان احنا مهتمين بنفسنا مش القلم ده هيستخدمه فعلا انا عايز قلم تخفيف وعايز يتحرك جوه الفولدر فيه فيه كذا حاجه فيه النيوز ده فيه الكي تشين حازم يعني فيه البن حازم يعني فيه هاند اوتس فبالتالي انا عايز حاجه اعملها وفي نفس الوقت برضه عشان نبقى صريحين مع بعض انا شفت قلم لحد 4 جنيه شفت فيه كتير دايما لو عايزين ندفع ندفع بس ممكن نستغل الحاجه دي في حاجه ثانيه فدلوقتي معلش يعني كحاجه اخيره عشان انهي الموضوع ده لا الاقلام اللي جت لي اللي اقدر من كده كشكل يعني حواليكم السنه اللي فاتت. ده شكله ده ايه؟ لا ده بتاع الفي اي بيز. ده كان بكام ده؟ ده كان بكام؟ القلم ده كان ب 2.85. طب حلو ده ما ده كويس. وريني كده بقى. طب ما انت مش عايز تحط بقى ليه خلي القلم لون احمر. لا هات هات. سوري ده مش هيبقى عملي في مع الدرجة مع الدرجة انا ما كنتش بتعامل مع الدرجة يعني انت قلت لي عايزين حاجة ما ينفعش ده مش ده فيكس مش عارف ده اللون كده في دي بتاعت المنطورات الطبية دي بتبقى كلها نوعية ما لا ما انا شفتها للاسف سالت في المنشأة بينزل العلبة فيها ثلاث الوان يعني خفيف واحمر واصفر واصفر ما ينفعش ما ينفعش تاخد علبة لون واحد فهذه الازمة ده